قلت لهم انا غدا في 6 الصباح غنمشي للبارك مونيسيبال المستودع البلدي، غناخذ البيكوب غادي نمشي نجمع الزبال نتاع المواطنين. دكتور وشاك حفيظ برلماني سابق رئيس مجلس بلدية صفرو سابقا، الآن عضو في الفيدرالية الدولية لكتاب وصحفي العالم. هاد 100 فهاد أنا كنشوف على أن التشغيل والاستثمار هو الأساس، لأن التشغيل هو الرافعة، الاستثمار هو الرافعة نتاع التشغيل، وهذا التشغيل بكل صراحة اللي حنا في أمس الحاجة اللي عنده، خاصة في هذه الضائقة المالية، في هذه الضائقة نتاع كورونا اللي الآن عرفت ضائقة مالية، بزاف العدد الناس ما بقاش عندهم فرص الشغل، زائد على أن ديجا كان عندنا مشكل في هذا الميدان هذا، أن كنشوف في هذا البرنامج ديال الخلق مليون منصيب شغل. اللي ما عمري ننساه هي تحمل المسؤولية ديالي في مدينة صفرو. مدينة صفرو لما طلعنا بواحد المدة لقينا على أن الإضرابات تاع العمال بالنظافة بواحد الشكل كبير ومسترسل. ولقينا على أن المدينة ديالنا وصلت لواحد المستوى ديال الزبال اللي ما يمكنش، حصل أن مدينة صفرو كانت من أنظف المدن. جمعنا السادة المستشارين أعضاء المكتب والسادة المستشارين بصفة عامة. خطاب واحد وجهت لهم، قلت لهم أنا غدا في 6 الصباح غنمشي للبارك مونيسيبال المستودع البلدي، غناخذ البيكوب غادي نمشي نجمع الزبال نتاع المواطنين. اللي مستعد يلتحق بيا، التحقوا بيا الاخوان ميمون برجوان هذه اللي مشى معايا في سميتو في البيكوب الله يرحمه، والاخوان كلها نتاع المجلس انذاك اللي التحقوا، والاضراب كان ناجح بواحد 80% بالنسبه لهذا، ما جات 8.5 9 حتى التحقوا جميع العمال. انا كيبان على ان المواطن الصفريوي انه غير كيشوف حاجه ديال المعقول وديال الجد انه كيلتحق. اول حاجه خصنا نخلقوا نواه جامعيه، خصنا المركبات الرياضيه، واحد البرنامج اللي كنا بدينا فيه مع الاسف جات ديك لا روبتير وديك الانقطاع في 2009، المجالس اللي جات مورانا خلينا لهم ديك الشيء موجود في سلي ما كملوش، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا الشيء اللي يمكن نقول المغاربه بصفه عامه والساكنه صفرو والساكنه اقليم صفرو انهم يستاهلوا حسن من هذه الوضعيه فين وصلاتهم، فين وصلهم مسؤولين كيتحملوا مسؤوليه ديال الشان المحلي والشان الاقليمي والشان الجهوي ومسؤوليات اللي هي على الصعيد المركزي، انهم يستاهلوا حسن انهم يستاهلوا حسن في الحياه ديالهم، يستاهلوا حسن في يعني في لا كاليتي دو في ديالهم، يستاهلوا حسن في النمو ديال المغرب، يستاهلوا حسن حتى في الحياه اليوميه اللي كيصوبوا. والعمل وهذا الشيء لن يتاتى الا مع حزب التجمع الوطني الاحرار، اللي البرنامج ديالو والشعار ديالو هو هذا ملخص ومختزل في كلمه واحده، هو اننا المغاربه يستاهلوا حسن.